أيها المتابعين الأعزاء وأيها المستمعين عبر ذبذبات الراديو، أشكر زملائي الذي سبقوني في التعليق والإذاعة في الأشواط الرئيسية. شوط جديد ينطلق، الشوط السابع للحقائق البكار من المسافة 3 كيلومترات. نبدأ مع المركز الأول ومع شعار السناري على الصدارة. هنا على المقدمة حاملة الرقم 48 عذرا لم تدون عندنا في الكشف، ومن خلال الشعار شعار سيف بن عبيد السناري على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز نرى شعار بن شابل على ثاني المراكز، إعلان عبد الهادي بن ناصر محمد بن شابل المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. نرى بن حفار واصل على ثالث المراكز، تصل فخر علي بن هادي بن علي بن حفار المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ننتقل انتقالة ممتازة إلى رابع المراكز وإلى هنا الذي تتواجد، نرى هنا الهاربة على رابع المراكز، هنا الهاربة حمد بن حضبان بن علي الجربوعي المري على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز نجود محمد بن حمد بن جابر آل بريد المري، أذعنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى، وبكم نعود إلى الصدارة ونعود إلى إشعار السناري على الصدارة وعلى المقدمة. إشعار سيف بن عبيد، هنا انذار سيف بن عبيد بن علي السناري على الصدارة وعلى المقدمة. ها هي انذار تتواجد على الصدارة، ونرى فخر على ثاني المراكز علي بن هادي بن علي بن حفار المري بمتابعة سعيد بن علي بن حفار المري. ركز يا ابو علي، ثالث المراكز وثالث التحديات. نرى القدوم من قبل نجود او الهاربة، نعم، حمد بن هضبان، حمد بن حضبان بن علي الجربوعي المري على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز هنا القدوم من هواجيس، هنا شعار السندباد القطري صالح بن حمد القمر النابت على رابع المراكز ورابع التحديات. ونرى التدخل من الجانب الايمن الذيبه عبد الرحمن بن سالم بن محمد بن هوبش المري على خامس المراكز وخامس التحديات. ونعود إلى انذار، نعود إلى السناري على الصدارة. الكيلو الأخير بوابات العبور صفارت الانذار، اطلقتها انذار الى الصداره والى المقدمه. ها هي انذار سيف بن عبيد بن علي السناري المري، ثاني المراكز فخر على ثاني المراكز علي بن عبد الهادي بن علي الحفار المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. الذيبة على ثالث المراكز عبد الرحمن بن سالم بن محمد بن هوبش المري. رابع المراكز هنا القدوم من عالية سعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد على ثالث المراكز وعلى رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز هنا القدوم من قبل الهاربة على خامس المراكز، ولكن نعود إلى انذار قفلت الشوط انذار. ونرى هنا نرى القدوم تصل هنا عالية على ثاني المراكز، عالية وانذار، انذار وعالية، عالية قادمة، نرى عالية ولكن انذار، انذار صامدة صمود الجبال السود، انذار وعالية، عالية وانذار، تصل عالية، الامتار الاخيرة، الامتار الحساسة، عالية، عالية ولكن انذار، 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 عالية، عالية تصل ولكن عالية، يا سلام الله، عالية وانذار، انذار وعالية، من هي صاحبة الكلمة في هذا الشوط؟ عالية، عالية وانذار، انذار وعالية ولكن السناري، يا سلام الله، غلبت موازين هذا الشوط عالية. تهانينا والمبروك لسعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد لانتزاع عالية للشوط السابع. ثاني المراكز هنا تتواجد انذار سيف بن عبيد بن علي السناري المري. ثالث المراكز فخر علي بن عبد الهادي بن علي بن حفار المري. رابع المراكز